أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. البداية بجديد الحالة الوبائية ببلادنا وتسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و228 حالة شفاء وسبع حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بزيارة لمدينة الداخل لتفقد جاهزية عدد من الفنادق لاستقبال زوار هذه الوجهة السياحية المتميزة. وبسمارة حفل للتميز يتوج المتفوقين والمتفوقات برسم الموسم الدراسي الحالي. أهلا بكم. مدد القضاء الإسباني بناء على طلب للنيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد فترة البحث والتحقيق المجرى في قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرفوعة ضد قياديين في جبهة البوليساريو وعلى رأسهم إبراهيم غالي وعدد من العسكريين الجزائريين. القضاء الإسباني أوضح أن التمديد الجديد الذي طال الملف جاء بسبب التماطل والعراقيل التي واجهتها النيابة العامة الإسبانية وعدم تقديم المساعدة والاستشارة للمقاولات ورجال الأعمال والترويج للمعارض والتظاهرات الاقتصادية في البلدين. القضاء الإسباني يعمق جراح قيادة البوليساريو ويعلنها صراحة لا مفر من العدالة رغم تماطل سلطات الجزائر في التعاون مع القضاء الإسباني ووضع مختلف العراقيل أمام تقدم التحقيقات الجارية بشأن الجرائم التي ارتكبتها قيادة البوليساريو ضد الصحراويين العزل بمخيمات تندوف. فظاعة الجرائم التي كشف عنها العديد من ضحايا سجن الرشيد وغيره من المخابئ السرية التي لا زالت شاهدة على الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من تعذيب وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ممارسات لا زالت مستمرة حتى اليوم وهي الوضعية التي تؤجج احتجاجات عارمة وصدامات مستمرة بين الصحراويين بمخيمات تندوف وقيادة الجبهة والجيش الجزائري. يوما بعد يوم تتكشف فظاعة هذه الجرائم التي وضعت أمام البرلمان الأوروبي في تساؤل لبرلمانيين أوروبيين حول عمليات قتل خارج القانون لصحراويين بمخيمات تندوف تورط فيها الجيش الجزائري وعناصر البوليساريو في خرق خطير للمواثيق الدولية. اليوم يمدد القضاء الإسباني بناء على طلب للنيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد فترة البحث والتحقيق المجرى في قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرفوعة ضد قياديين في جبهة البوليساريو وعلى رأسهم إبراهيم غالي وعدد من العسكريين الجزائريين. تمديد يعكس الإرادة الواضحة للقضاء الإسباني في الذهاب بعيدا لسبر أغوار هذه القضية والإحاطة بكامل تفاصيلها ومحاكمة الجنات وإنصاف الضحايا. تمديد فترة البحث في الملف لمدة سنة كاملة أخرى إلى تاريخ الخامس من غشت 2021 وفقا لوثيقة صادرة عن القاضي غارسيا كوتيريس بتاريخ 13 يوليوز الجاري يفسح المجال أمام النيابة العامة الإسبانية لاستجواب القياديين البالغ عددهم 24 شخصا بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 2008. القضاء الإسباني أكد أن التمديد الذي طال الملف يأتي بسبب العراقيل التي واجهتها النيابة العامة الإسبانية وعدم تقديم السلطات الجزائرية لأي معطيات أو معلومات عن هذا الملف، وهو ما يعكس تورط السلطات الجزائرية بشكل مباشر وأصيل في هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الضحايا الذين يواصل الأحياء منهم العمل على تقديم الجنات أمام المحاكم لتحقيق العدالة وإنصاف هؤلاء الضحايا الذين وإن تعافوا من جروحهم الجسدية إلا أن الجروح النفسية لم تندمل بعد في انتظار العدالة.
العلاقات الإسبانية المغربية في تطور دائم وتقدم مستمر، وهو ما تم التأشير عليه اليوم خلال التوقيع على اتفاقية التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسا وغرفة التجارة والصناعة والملاحة لبلباو التابعة لإقليم الباسك الإسباني، وذلك عن طريق تقنية التواصل الشبكي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنعشين الاقتصاديين بجهة سوس ماسا من جهة وإقليم الباسك الإسباني من جهة ثانية، وذلك من خلال تبادل المعطيات وكذا تبادل بعثات رجال الأعمال بين الجهتين، إضافة إلى تقديم المساعدة والاستشارة للمقاولات ولرجال الأعمال والترويج للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بين البلدين. محمد تروزي والتفاصيل. من وسط الباسك الإسباني بلباو إلى أكادير ومدريد، لم تحول الجائحة دون لقاء البلدان الجاران. التكنولوجيا عبدت طريق التواصل، فكانت أول اتفاقية شراكة توقع عبر تقنية الفيديو عن بعد بين غرفة التجارة والصناعة والملاحة لبيلباو وجهة سوس ماسا بداية تعاون واعد بين المملكتين. أوسر علاقات مثيلة، وما زيارة الملك فيليب السادس للمغرب السنة الماضية إلا أحد أوجهها. البلدان ينهجان استراتيجية تقوم على التعاون والشراكة وحسن الجوار، تترجمها أيضا أنشطة عديدة في المجال الاقتصادي. بيلباو المدينة المينائية والصناعية لشمال إسبانيا تتطلع لآفاق جديدة صوب جهة غنية بمؤهلاتها سوس ماسا. بالنسبة لنا، لدينا رغبة قوية للتعرف على هذه المنطقة وإقامة علاقات التعاون والشراكة بين جهتينا. هذه طريق واعدة للمعاملات المستقبلية في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. كلانا يملك بنية تحتية هامة على مستوى الموانئ والمطارات، ولدينا ميزة القرب من بعضنا، والأهم لدينا مقاولات في عدة قطاعات. جهة الباسك تبحث عن فرص جديدة في مجال المقاولة، سنبحث عنها في أكادير، وأكادير ستبحث عنها في الباسك. كل هذا من أجل مصلحتنا جميعا. الاتفاقية ستهم جميع القطاعات المنتجة للجهتين، خاصة في مجال الصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية. توقيع شراكة هاته خطوة هامة في طريق تعاون مثمر للبلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي للنهوض بهذا المجال بالنسبة للجهتين. هي أول مبادرة من هذا النوع، حتما ستفتح المجال لمبادرات أخرى مستقبلا ولفرص التعاون والاستثمار للطرفين. المقاولة في صلب مساعي العلاقات الاقتصادية والتجارية لبنة أخرى لتطوير هذه العلاقات. كنحاولوا يعني جلب المستثمرين، ويعني عندنا واحد العدد ديال التحفيزات وطنية وجهوية، إذا غادي نرحبوا المستثمرين اللي غادي يجيو من بيلباو، وكذلك التبادل التجاري، لأن عندنا يعني القطاعات متشابهة، القطاعات ديال الاقتصادية. ركزنا أساسا على جميع القطاعات المنتجة اللي عند جهة بيلباو اللي عند جهة سوس ماسا، وخاصة مجال الصيد البحري وتحويل مواد، إذا الموارد البحرية، وكذلك في مجال الفلاحة. لم تعد الغرف التجارية بمنأى عن العمل الدبلوماسي، وإن في الشكل الاقتصادي اليوم يفعل هذا الدور بين جهتي سوس ماسا وجهة الباسك. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الجمعة أن الاحتراز من عدوى وباء كوفيد-19 لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، ومؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت. وجاء في بلاغ للوزارة تذكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المواطنين والمواطنات أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال.
في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و228 حالة شفاء وسبع حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة السيد معاذ المرابط أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 18834 حالة منذ الإعلان عن أول حالة وفاة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16100 حالة بنسبة تعافي تناهز 85.5%. وأضاف أن عدد الوفيات ارتفع إلى 299 حالة، مبرزا أن معدل الإماتة ظل مستقرا في 1.6%. لنتابع التصريح. الحالات 570 التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم المملكة كما يلي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 207 ديال الحالات، من بينها 199 حالة بمدينة طنجة، أربع حالات بالفحص أنجرة، حالتان بتطوان، حالة بالحسيمة، وحالة بالمضيق الفنيدق. جهة الدار البيضاء سطات 206 ديال الحالات، 120 حالة ببرشيد، 83 حالة بالدار البيضاء الكبرى، وثلاث حالات بسطات. جهة فاس مكناس 80 حالة، 70 حالة بفاس وعشر حالات بمدينة مكناس. جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، 17 حالة بسيدي قاسم، حالتان بالقنيطرة، حالتان بتمارة، وحالة بكل من سيدي سليمان سلا والرباط. جهة مراكش أسفي 21 حالة، 14 حالة بمراكش، خمس حالات بقلعة الصراغنة، حالة بكل من أسفي والحوز. الجهة الشرقية 23 حالة، 21 حالة بجرادة، حالة بالدريوش، وحالة بالناظور، خمس حالات بجهة الداخلة والذهب كلها بمدينة الداخلة، حالتان بجهة درعة فيلالت بمدينة أو بإقليم ميدلت، حالة بسوسمسة بشتوكا أيتبها، وحالة ب جهة العيون الساقية الحمراء مدينة العيون، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بجهتي بني ملال خنيفرة وقلميم ودنون. وفي إطار الوقوف على تطبيق الوحدات الفندقية لإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا وانطلاق الموسم السياحي الصيفي وأجراءات المخطط الخاص بالإقلاع السياحي، قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بزيارة لمدينة الداخلة لتفقد جاهزية عدد من الفنادق بالمدينة وسير البرنامج الخاص بدعم السياحة الداخلية وإعادة انتعاش القطاع السياحي. بكر دريمي محمد الدس. هي زيارة ميدانية لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لعدد من الوحدات الفندقية بمدينة الداخلة، والهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة لاستئناف عملها بشكل طبيعي، وكذا إطلاع المهنيين على المخطط المندمج للحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي، واستعادة جهة الداخلة وادي الذهب لموقعها في المجال السياحي وتخطي هذه المرحلة. اليوم متواجدين في مدينة الداخلة بشأن واحد زيارة ميدانية، فكما كتعرفوا الداخلة هي من أهم الوجهات السياحية في المملكة، خاصة فيما يخص السياحة الداخلية البحرية وكذلك للرياضات البحرية.
فهاد الوجهة السياحية اليوم الحمد لله انطلقت في النشاط الموسمي وكترحب بالسياح المغاربة اللي كيجيو يزوروها. وفي هذا النطاق كنعملوا واحد الزيارة ميدانية باش نتأكدوا بأن جميع الإجراءات الصحة والسلامة مطبقة يوميا من طرف جميع المؤسسات السياحية، لأن صحة وسلامة الزبناء والسياح وكذلك المستخدمين هي من الأولويات ديالنا كما جاء في التعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله. إعادة إقلاع القطاع السياحي مع التركيز على السياحة الداخلية في هذه المرحلة ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح، أهداف يسعى المخطط الجديد لإنعاش السياحة إلى تحقيقها مع إشراك المهنيين للحد من تداعيات هذه الجائحة. اليوم استقبلنا السيدة الوزيرة في واحد الزيارة تفقدية للمنشأة السياحية ديالنا باش تشوف الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها المنشأة السياحية ديالنا باش نستقبلوا السياح، والحمد لله احنا واجدين، يعني كاع الاجراءات درناهم بالنسبه للبريز تومبيراتور ديستانسياسيون سوسيال، يعني درنا كاع الاجراءات اللازمه وان شاء الله احنا واجدين باش نستقبلوا السياح المغاربه. اهميه انطلاق القطاع السياحي واستمراره يعني في مع اتخاذ جميع التدابير الصحيه والوقائيه في ظل استمرار جائحه كورونا، هذا يعني هو يعني زيارة يعني تندرج في إطار التأكيد على هذه الإجراءات الصحية والوقائية، وكذلك تتأكد على التأكيد على استمرار يعني واستعداد هذه الوجهة لاستقبال السياح الوطنيين في ظروف يعني في ظروف من السلامة والطمأنينة ويعني وظروف يعني من الاحتياط والحماية. السياحة الداخلية تأتي ضمن أولويات سياسة وزارة السياحة كقاطرة جديدة من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح الوطنيين والمحليين، فقطاع السياحة قادر على الإقلاع بسرعة خصوصا بهذه الجهة التي تتوفر على مؤهلات سياحية قادرة على جلب السياح الوطنيين. وبمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب ترأس والجهة مرفوقا بعامل إقليمي أوستردو رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية حول التدابير المتخذة من أجل تسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي بالجهة. قطاع الإسكان والتعمير بوجه خاص اللقاء الذي حضره منتخب والجهة ورؤساء المصالح الخارجية، نتابع تفاصيله مع بكار دريمي محمد الدس. جاء اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب الخاص بالتدابير المتخذة من أجل تسريع وتيرة الاقتصاد بالجهة خاصة قطاع الإسكان والتعمير لتشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة مع وضع خطة عمل تحدد الإجراءات ذات الأولوية للاقتصاد يمكن هذه الجهة من تجاوز الوضعية الاقتصادية المتأزمة بسبب جائحة كورونا. هذا اللقاء اللي تعقد اليوم هو في إطار يعني اللقاءات اللي كديرها اللجنة الجهوية اليقظة الاقتصادية، وللإشارة الاجتماع اليوم خصص للتدابير ديال الإقلاع فيما يخص القطاع ديال الإسكان والتعمير، علما أن تم يعني تنظيم لقاءات أخرى للقطاعات أخرى فيما مضى، واليوم تم تخصيص هذا الاجتماع لهذا القطاع فقط لما له من أهمية يعني الديناميكية الاقتصادية بشكل عام. إنجاز المشاريع في مجال السكن ولا في إسراع بإعطاء رخص البناء، ناقشنا عديد من المحاور، من المحور الأساسي هو تفعيل هذا الورش ديال الرقمنة عن طريق الرخص، ويعني تحفيز جميع الشركاء على أنهم يشتغلوا بواحد جدية باش يحاولوا يبسطوا ما أمكن المساطر، يتفاعلوا مع ما أمكن مع ملفات للملفات الموضوعة في إطار الرخص العادية ولا الملفات الموضوعة في إطار رخص التسوية. يأتي هذا الاجتماع لبلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تم التركيز على ضرورة إيلاء الأهمية لمختلف القطاعات خاصة الإسكان والتعمير لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الجهوي،
يمكن جهة الداخل وادي الذهب من تجاوز هذه المرحلة عبر خلق دينامية اقتصادية تضمن النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي. مساهمة من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة في لجنة اليقظة وكذلك الإقلاع الاقتصادي، فإن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها سواء على الصعيد المركزي يعني من طرف الوزارة أو على الصعيد الجهوي من طرف المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالداخلة، وذلك للرفع من الإقلاع الاقتصادي بالجهة بعد وأثناء كوفيد 19. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها هو التسريع في الأداء بالنسبة للشركات العاملة مع الوزارة، وكذلك الاهتمام باليد العاملة وعدم المساس بحقوقها داخل الأوراش التي تشرف عليها الوزارة من خلال شركائها وخصوصا شركة العمران. خلال هذا الاجتماع أكد الحضور على الانخراط في التنزيل الأمثل لهذه المساطير الخاصة بالاستثمار وتسهيلها والانخراط في ورش الرقمنة الذي يعد أحد أهم الأوراش بالبلاد، كما تم اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بالمنظومة المحلية من أجل استمرارية الدينامية وضمان دعم أكبر، فيما تم الحديث عن استراتيجيات على المدى المتوسط والطويل لاستثمار هذه الدينامية على الاقتصاد الجهوي. واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببجدور عقدت اجتماعا موسعا بعمالة الإقليم قصد التداول في النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال. اجتماع شكل فرصة سانحة للتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين والمقتضيات الإجرائية المطلوبة في تقديم مختلف المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم. بريغن العروسي ومحمد شعر. أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال اجتماع أبرز حصيلة هذا الورش الاجتماعي خلال السنة الفائتة على مستوى الإقليم ووقع التدخلات والمنجزات بالمنطقة، وفي المحصلة 40 مشروعاً بتكلفة تقدر بتسعة ملايين درهم، إلى جانب عرض ودراسة المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم السنة الحالية والمصادقة عليه بالإجماع، والذي يهم أربعة برامج: برنامج تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدفع بالأجيال الصاعدة. كان في عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الثالثة، من خلاله تم تقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية في خلال سنة 2019. كذلك النقطة الثانية كان في عرض ودراسات تخصصات تشاركية الخاصة بقطاع التعليم وقطاع ديال الصحة من بعد، وتلتو عرض ديال المخطط الإقليمي لسنة 2020 بكل محاور ديالو، لا برنامج تدارك الخصائص، لا برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، كذلك برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدفع بالأجيال الصاعدة. هذو برامج اللي كلها تم المصادقة عليهم بحوالي تقريبا 27 مشروع. المجتمعون في اللقاء يعزون تحقيق تنمية متكاملة ومتكافئة تستجيب لتطلعات المواطنين بالمنطقة إلى تبني ثلاثة شروط أساسية تهم قدرات حاملية المشروع والفعالية والآثار المباشرة للمشروع على المستفيدين، وكذا كفاءة لجان تتبع وتقييم المشاريع. لقاء أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية شهد أيضا عرض ودراسة التشخيص التشاركي الخاص بقطاعي التعليم والصحة، والذي شكل ثمرة عمل تشاركي في إطار لجان تقنية خاصة بالقطاعين عبر تنظيم سلسلة من الاجتماعات والتشخيصات التشاركية مع الفاعلين والمختصين في المجالين، مع تحديد الانتظارات التي لا زالت قائمة وجملة من التحديات ذات الصلة بقطاعي الصحة والتعليم، وهي التي شكلت محور نقاشات المتدخلين خلال هذا اللقاء. ركزنا بخصوص كقطاع الصحة على برنامج صحة الأم والطفل، وتناولنا أهمية هذا البرنامج ودوره في الاهتمام بصحة الأم والاهتمام بصحة الطفل، الاهتمام بالنشء بصفة عامة والأجيال الصاعدة. تناولنا مقترحات مهمة جداً
تطرقنا لها مع اللجنة، أعضاء اللجنة الإقليمية في هذا الصدد، واللي حظيت بالموافقة الحمد لله، وسيتم دعم مجموعة من البرامج اللي تخص تنمية صحة الأم والطفل بالإقليم. هذه المجالات أو هذه المشاريع همت بالدرجة من الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين دراسيا، ثم أيضا التنشيط التربوي والمجالي في حياة المدرسية، وهذه نقطة أيضا إيجابية جدا من خلال تفعيل أدوار مؤسسة الإبداع الفني والأدبي. وأيضا لا بد من ذكر أيضا مستوى التوجيه المدرسي الذي أيضا لحق بالمجالات التي شملها ذلك الدعم التربوي. أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقوا على 27 مشروعا للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة وتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، ودعم 3 محاور لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بتكلفة إجمالية تقارب 9 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قليمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و 36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤشرات العقلية. لنتابع تصريح حسن ومليك رئيس المنطقة الإقليمية للأمن حول هذه العملية. في إطار تصدي الجريمة مختلف تجلياتها ومنها الجريمة العابرة للحدود، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بقلميم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة تنشط في التجارة الدولية للمخدرات، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع نوع نيسان. عملية التفتيش كانت بمنطقة تابعة لتاغانت حوالي 35 كيلومتر شمال مدينة قلميم بتنسيق مع الدرك الملكي، وجري التفتيش في ضيعة فلاحية تم من خلالها إيقاف شخص ثالث، كذلك حجز 104 رزمة من مخدر الشراء بلغ وزنه الإجمالي 2 طن و940 كيلوغرام، كما تم حجز محركين مائيين بالإضافة إلى زورق مطاطي ومجموعة من الهواتف النقالة. تم وضع الأشخاص الموقوفين 3 رهنا تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف النيابة العامة المختصة لإخضاعهم لبحث معمق في الموضوع، وبالتالي الوصول إلى باقي الأشخاص المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. تأتي هذه العملية الفريدة أو النوعية في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح المديرية العامة الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للحد من الجريمة العابرة للحدود. إلى السمارة، حيث توجت المنظومة المحلية المتفوقين والمتفوقات برسم الموسم الدراسي الحالي. مراسم الحفل ترأسها عامل الإقليم مرفوقا بالمنتخبين ومكونات أسرة التربية والتكوين، فضلا عن الأوائل 3 بقطبي البكالوريا العلمي والأدبي. حصيلة هذه السنة مكنت مديرية التعليم بالسمارة من مقعد الصدارة جهويا على صعيد أعلى نسبة للنجاح. يوسف زعواطي ومبارك الباس. تميز على شرف المتفوقين والمتفوقات من تلاميذ السمارة نوه عامل الإقليم بالتدخلات النوعية والجهود المبذولة من لدن أسرة التربية والتكوين وكافة شركائها من المتدخلين والفاعلين المحليين، جهود بوأت الإقليم صدارة نسب النجاح بين أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء. مواد اللقاء توجت المتميزين وواصلت نثر سيرهم وحثهم على مواصلة التفرد بأعلى المعدلات فيما بعد البكالوريا.
بفضل هذه الجهود كيخليونا حنايا اننا نقدموا اكثر واننا نتميزوا. وكما قال السيد العام القبيله، ما هذه الا الباك ما هو الا قنطره، واللي جاي ان شاء الله غادي يكون احسن واكثر ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق ليا ولجميع زميلات ديالي والزملاء ديالي. صراحه ما كاينش شي وصفه ديال النجاح، كان غير الجد والمثابره والاجتهاد ولو سيريو والالتزام بطبيعه الحال مع الاساتذه ديالنا. وفي الاخير كنبغي بطبيعه الحال نشكر كاع الاساتذه ديالنا اللي دعمونا ماديا ومعرفيا، الطاقم الاداري والتربوي الثانويه وادي سقيه تهيليه، وبطبيعه الحال بابا وماما اللي وقفوا معايا. وبلغه الارقام استقلت المعطيات الاحصائيه لهذه السنه عند نسبه 63% كاعلى نسبه للنجاح على المستوى الجهوي في امتحانات تقدم لاجتيازها 1733 من المترشحين الرسميين والاحرار، بلغ عدد الاناث بينهم 824 مترشحة. أكيد هناك مجهود جبار من طاقم تربوي وإداري وأساتذة ومجتمع مدني وسلطات محلية منتخبين باش نوصل هاي المرحلة الحقيقية ديال تميز أول حصاد كما قلت قبل في المداخلة ديالي. وأكيد أن 63% بالنسبة لمدينة السمارة كنسبة في الدورة الأولى الاستدراكية، يعني الأولى على صعيد الجهة، عامل ومؤشر مبشر بالخير، وهو تكليف أكثر منه تشريف، لأن الرهان إن شاء الله على التميز دائما كيف كتميزوا هذه البنيات أو هذه الأبناء، والله يوفق الجميع. وداخل فضاء المديرية الإقليمية واصلت أسرة التربية والتكوين مشاهد الاحتفال بنجبائها المتوجين على عرش أعلى معدلات هذه السنة، سنة استثنائية بفعل تداعيات أزمة كورونا لم تنل من عزيمة الدارسين كما المدرسين والآباء في حصد شارات النجاح والتميز. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و45 درجة. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي أن هذا الطقس الحار سيهم من اليوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل عملات وأقاليم السزاك، بوجدور، سمارة، واد الذهب، طاطا، زاكورة، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة. موجة حر شديدة يعرفها إقليم السزاك على امتداد الأيام الأخيرة، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يؤثر سلبا على دينامية وحركية المنطقة. المزيد مع حافظ محضار، غالي القارحي ومحمود الشراكي. موجة حر شديدة بمدينة ياسا على امتداد الأيام الأخيرة أثرت على حركية ودينامية هذه الحاضرة التي تستقبل فصل الصيف بارتفاع قياسي في درجات الحرارة ما كان له وقعه على أنشطة ساكنة المدينة التي باتت مجبرة على ملازمة البيوت لاتقاء شر هذا الحر المفرط. صعوبة طقس ينضاف إلى تهديد جائحة كورونا التي تسللت بشكل محدود لهذه المنطقة الحدودية. نهارات حامين عندهم، الرجل راه ما يمرق الأول النهار، والله عقاب ولا عاد لا هي يتقضى شيء مثلا، لا هي يقبضوا بكراية النهار. والحمان عرف عنه الحمان ذا العام، الحمان القاسي الشين، لكن سمعت الرجل يهرب منه ياسر، لكن سمعت قاس هاي البحور التلية وذا الشي. والشي الثاني راهو هون يا غير الناس اللي صابرة وخلاص، الحمان ما إن شاء الله يا مولانا، عرف عنه ذا العام درجة الحرارة مرتفعة قباله، الناس تعاني هون من الحمان. لكن سمعت والله يلطف، الله يلطف بركة مولانا. حرارة العام مفرطة بزاف، كتوصل ديك 45 حتى 48، وبالنسبة للخروج ديال الناس حتى ديك جوايه المغرب عاد كيخرجوا. بالنسبة اللي ما مسافرش اللي كاين باقي هنا، واللي مسافر راه مشاو يتبردوا مع راسهم. فئة عريضة من ساكنة المنطقة والتي لم تسمح ظروفها بمغادرة المدينة بحثا عن ملاذ آمن ببعض الوجهات الساحلية التي تنخفض فيها مستويات الحرارة، تنتهز الفرص المسائية لارتياد واحات المنطقة التي تعتبر المتنفس الوحيد بالمدينة، مجال إيكولوجي للترويح عن النفس ولملا ممارسة الأطفال لهواياتهم في السباحة ببعض الأحواض المترامية بعمق هذا الامتداد الواحي. الحمان اللي جاي هذا العام قبالك أكثر من غيره، لو أن الساكنة والله الحقيقة هذا العام لبادرت بالإثبات في المدينة وسكنت فيها، غير للأسف الشديد هو أن الحمان جاء أكثر من الحال اللي كانت الناس قد تتوال فيه، ورانا حامدين مولانا عابدين على كل حال هذا الشيء جاء مولانا. جرى بعض احنا اللي نعرفوا فيها عنها
عرفت واحد 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 تراجع كبير. الناس ما كانت مرقي لما عاد من بداية الصبح 9 العصر وعقب ذاك ملي الناس تبغى تظل إلى دحميس ونفهم إلى الليل. الوقت شوية والله لا حارة، ولكن نتمنى التوفيق إن شاء الله. ويقولوا الناس على الحاجة اللي جات فقتها ما تلتهم ياك سمعت. الحمال كان يجي وكانت الناس عندها اقتناع باللي عندها في الموقع في البلاد في الأرض، عندها لا الخيام وعندها لا القرب والماء اللي هو طبيعي في العين والله في الحاسي والله في تيلمسي والله. اليوم الحمد لله الحرارة خالقة أكثر من ذيك الساعة، ولكن أضريك عكس باش عكس عاد الناس عندها هواية البرود، نقيسوا البرود نقيسوا البحر نقيسوا المدن المتبال في البرود نقيسوا الشواطئ نمشوا نبدلوا الوقت ياك سمعت. لكن الحمان هو عادي ياك سمعت. لا الإنسان يقول عنه من تفوت الوقت ينساها، ومن يجي وقت الحارة ملي يقول عنها عن الحمان ما كتجم والحمار هو ديما يجي. هي ذي الأجواء بإقليم أس الزاق عموما الذي ترتفع به درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى مستويات قياسية، حر شديد تحاول الساكنة التأقلم معه وإن كانت تتطلع إلى متنفسات لالتقاط الأنفاس والترويح عن الذات والتجاوز بعض الصعوبات الجمة التي يثيرها هذا الحر الشديد والذي تزامن هذا الموسم مع الطارئ الصحي. ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الشواطئ الممتدة بسواحل الأقاليم الجنوبية قبلة لساكنة هذه الأقاليم قصد الاستجمام والترويح عن النفس والاستمتاع بجماعية وجاذبية هذه الشواطئ. الصور من شاطئ أفتاس بسيدي إفني الذي يعرف إقبالا كثيفا خلال فصل الصيف، فضاء يتمتع بسحر الطبيعة التي تغري الزوار والمصطافين من داخل وخارج التراب الوطني. الصور بعدسة جمال الخصاصي والتوضيب لخالد تريكسي. الآن إلى قراءة في جديد الصحف تقرير لغالي القرحي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من الأسبوع الصحفي، وكتبت: انتقلت حركة صحراويين من أجل السلام إلى المرحلة الثانية من نضالها وتأكيد دورها وشرعيتها بتوجيه رسالة إلى مسؤولي العلاقات الخارجية بالأحزاب الرئيسية بإسبانيا، تدعو من خلالها صانعي القرار السياسي بإسبانيا إلى دعم مبادرتها لأجل التسوية السلمية لمشكل الصحراء نظرا لأهمية تأثير السياسة الخارجية لإسبانيا وكذلك الأحزاب الإسبانية على صانعي القرار بمن فيهم الدول الخمس المساهمة في جهود التسوية باعتبار حل نزاع الصحراء بات ضرورة لا يمكن تأجيلها. الرسالة الموقعة من طرف السكرتير الأول للحركة تؤكد مواقف الحركة التي تراهن على الحل السلمي لقضية الصحراء، مضيفة أن الغرض من هذه الرسائل التي تم توجيهها إلى الأحزاب الإسبانية هي ممارسة تأثيرات إيجابية من خلال مقاربة واقعية لأجل إيجاد مخرج لائق وخلق مستقبل أفضل. وكشفت الرسائل الموجهة إلى الأحزاب الإسبانية أن الحركة تعد قوة سياسية جديدة ومستقلة وتمثل قطاعات مهمة من سكان الإقليم، وتطمح لأن تكون مرجعا سياسيا جديدا يساهم في حل النزاع في الصحراء. وشددت الرسالة على حالة الإحباط التي تشعر بها ساكنة الإقليم، واعتبرت أن ذلك يؤسس لموقفها في فقدان للأمل والقدرة على تغيير البوليساريو من الداخل، مضيفة أن الحركة كانت تطلع إلى تكييف البوليساريو مع متطلبات القرن 21 من خلال تعزيز الديمقراطية الداخلية وتصحيح أساليبها الاستبدادية، لكنها اصطدمت بقيادة متعنتة ومتعجرفة. صحيفة جودة الإلكترونية كتبت: ذكرت مصادر مطلعة بمخيمة تندوف أن الحالات الأربعة المسجلة بمخيمة تندوف يوم أمس الخميس تعود لعينات تم أخذها للتقصي المخبري من أكثر من 12 يوما. وأفادت مصادر جودة أن نجبة البوليساريو حاولت منذ الاشتباه في الإصابات الأربعة بتاريخ 12 يوليو الماضي التغطية على الموضوع والاحتفاظ بالمعنيين بالأمر في الحجر الصحي دون الإعلان عن الإصابات المؤكدة لديها، وذلك بالاستناد على عذر عدم التوصل بنتيجة التحليلات المخبرية المتعلقة
بهم. وأوضح مصدر جود أن نجابة البوليساريو تكتمت على الموضوع محاولة بذلك تسويق نجاحها في محاصرة الوباء ومنع دخوله لمخيمات تندوف، بيد أنها وجدت نفسها مجبرة على ذلك بسبب معارضة أطر طبية جاهرت بصوتها لإعلان الحالات مهددة بعدم الخضوع لتعليمات الجهات الصحية الوصية. صحيفة برلمان كوميا الإلكترونية كتبت: تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إقليمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العام للأمن الوطني أنه جرى توقيف 2 من المشتبه فيهم بمدينة قليميم، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمحلات سكنهما عن حجز سيارة رباعية الدفع بالإضافة إلى حجز 4 أجهزة لتحديد المواقع جي بي إس وهواتف نقالة من بينها جهاز خلوي يستعمل تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. وأضاف المصدر ذاته أنه مواصلة للأبحاث في هذه القضية تم توقيف المشتبه فيها الثالث بضاعة فلاحية تقع بمنطقة تاغانت التي تبعد بحوالي 35 كيلومترا عن مدينة قليمين في اتجاه أكادير، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بهذه الضيعة عن حجز 104 حزمات من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي 2940 كيلوغراما من مخدر الشيرة، فضلا عن حجز قارب المطاطي ومحركات مائية وأجهزة للملاحة البحرية يشتبه في استعمالها في تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية. صحيفة الوطن الآن كتبت: تناول كريستيان أربيل والباحث المختص في الذكاء الاقتصادي بالتحليل توظيف المنظمات غير الحكومية في مواكبة استراتيجيات التجمعات السياسية واللوبيات الاقتصادية، مؤكدا أنه لا بد من التوضيح للرأي العام الدولي حقيقة اشتغال هذه المنظمات، خاصة عدم التفريق بين الاقتصادي والسياسي. في سياق ذلك قال أربيل في حوار له حول تقرير رأي منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان وحرية الصحفيين بالمغرب إن مثل هذه المنظمة تعيش تناقضات كثيرة وتعجز عن الرد على عدة تساؤلات من قبيل أسباب التركيز على بلدان بعينها دون أخرى وتلقي أموال من ممولين لهم علاقة مباشرة بأنشطة اقتصادية منافسة وما يتعلق بالجانب الأخلاقي في عملها كمنظمة غير حكومية. يؤكد أربيلو أنه لا يمكن تلقي أموال من لوبيات اقتصادية تستغل هجوم هذه المنظمات من خلال تقارير لإضعاف منافسين، وهذا له علاقة باختيارات هذه المنظمات. وتبع أربيلو أن منظمة العفو مسيرة من طرف مجموعات أشخاص منهم من يدعمون ماليا بحسن نية ويؤمنون بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا الضحايا والمستضعفين. وبخصوص المغرب قال إن منظمة العفو الدولية تعمل على إضعاف المغرب من الداخل لأنه بلد مهم يثير الحسد وقوته الاقتصادية والسياسية تزداد باستمرار، وهو قوة جهوية مؤثرة في القارة الإفريقية، كما أن المغرب يشكل استثناء لأن الملك قائد سياسي وديني مدافع عن إسلام متنور ويحاور الديانات الأخرى، والملك هو الحامي للقيم الثقافية والمجتمعية القوية، وهذا يمثل مشكلة كبيرة لخصوم المغرب. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم لبرس عبد الرحمن ولي المحجوب والجامع عن سن تناهز 81 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة الزرقيين تسعيد. الفقيد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بارك الحمادي واللعلي والحميد عن سن تناهز 80 سنة الفقيد من أعيان قبيلة مجاط. وانتقل أيضا إلى عفو الله تعالى الحبيب أمزيان عن سن تناهز 68 سنة الفقيد ينتمي لقبيلتي تبع مران. وانتقلت أيضا إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة عشاق عن سن تناهز 65 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة مجاط. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صحوة، درجة الحرارة ستعرف بعد الارتفاع ونستهلها من مدينة الرباط 30 درجة، 22 سيدي فني 31 قليميم 45 آسة 43 زاك 24 طنطان 26 طرفاية 38 صنارة 34 العيون 37 بكراع 27 بوجدورة 31 قلت تزمور 45 مضريقة 24 داخلة 45 أو سردة 28 درجة بالكويرة. حالة البحر بالوجه الأطلسية قليل الهيجان لها على العموم.
شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:16، أما الغروب سيكون على الساعة 8:41. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 28 درجة نواذيب و 32 نواكشوط، 46 السويرات و 46 درجة بتندوف. كان هذا كل ما لدينا، وهذا أهم ما جاء في هذه النشرة. تابعنا ضمن عناوين نشرتنا لليلة: تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و228 حالة شفاء و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بزيارة لمدينة الداخلة لتفقد جاهزية عدد من الفنادق لاستقبال زوار هذه الوجهة السياحية المتميزة. أما من السمارة فرصدنا لحفل التميز، إذ توج المتفوقين والمتفوقات برسم الموسم الدراسي الحالي. نهاية أسبوع موفقة أتمناها للجميع. ليلة سعيدة وفي أمان الله.